عجبت نمزلش عليهم الكل زاد يا معلم. طب ما حد يهني ولا شنو نحكي يا معلم يا فرخ فرخ يا معلم ايش هو تاو العيش اي شي شبه اي شي شي خرط كاسبينا ايش هني من كل 10 مره تعيط لي شو خرط هالمنطق وفرخ شوي باهي شبي ما باش يدخل من هناك عند حابس هكاك شو تحب انت تاو بالضبط نحب على الموت باص انا موت باص يعني نعرف هالموت باص لما شكون يعرفها تو يا رسول الله كان انت مش تخدم هناك شكون يعرف جدين جبت الموت باص بتاع شكون؟ بتاع عينية ايه انا نعرفها ونعرفها ما نعرفهاش كيفاش ما تعرفيها؟ خمر ماشي انت بتاع الاورديناتورات هنا مالكش تعرفت مال الفايدة كانت تاخذ في الفلوس ما يعجبكش يا صباح ورباح انت ايش تحب تو بالضبط ايش تحب؟ نحب نعمل واحد فيسبوك قال لي لوت هابط لوت هابط لوت تو العاشر مرة تعيط لي تحب تحل كونت كونت عندي كونت في البوست والله ما في حتى فرنك وكان تحب تساعدها يمشي معي وشوف مازال ما صبوش لانتري خليهم قداش في الشهر هذا كونت فيسبوك يا حاج انت باش تحل تو كونت فيسبوك وشنو؟ اه صار حتى الكونت فيسبوك يمشي بالكونت اي تحب تحل في الفيسبوك اسمع شي هي نحب نعمل فيسبوك اي باش ندخل نتفرج ونشوف علاش باش تتفرج؟ ايش عليك فمي علاش مش تتفرج؟ يعجبك تو الحديد معناتها تحب تحل الكونت فيسبوك؟ ايه نحب حل الكونت فيسبوك. اسمعني شو تقول لي زاد راب 20 دينار؟ والله ما تكسب حتى فرنك ولا شو تعمل لك المستقبلات هذيك الشهريه تولي تصب هني. تاش لي مش جيبها راهو تصب الشهريه. على الفيسبوك. يا ودي انت والنار مبروك ما تحني بيكم، شنو تصب على الشهريه تصب؟ فهمت مش قلت لي كونت. انت تو مش تحب تعمل فيسبوك؟ ايه نحب نعمل فيسبوك. باهي. هات عطيني تاريخ الولادة بتاعك تاريخ الولادة عام التبروري عام الغبير هذاك في المطر في ظنات وقت هبطت الولاد على السكة مغديك خلي عام التبروري خلي مش لازم باهي نحط لي تصويرة باهية على الأقل ها؟ مش نحكي كابوس عطيني مود باس اختار مود باس مود باس شنو مطلع؟ الكود معناتها كلمة كي تجي تدخل فيسبوك تحطها كلمة اختار كلمة حتى الفيسبوك ندخلها بالكونتو اي اختار كلمة باهي حط فقر نعم فقر ما اخترت كلمة الفقر؟ ليه اخترتها؟ ها هو مختارني الفقر ها هذي طلعة راني مش زاو زاو تعمل فيسبوك ونيلا ها زاو تولي فيسبوك ونيلا نقعد ظلمة اعمل لك شكون زاو هذي زاو مرتي اه عامله فيسبوك اه تقول لك النقار ظلمه نقول لها كيفاش زاو مرتك ايه اسمعني بالك توراه وجهي لا تشوفني راهي ديما تتبع وحده لفعه سبعة رول ورد بالك عامله كونت اي فيسبوك عامله كونت باهي حبيلي شبيك غديلي هو زاو شبيك يا هبط جي شوي يا خوي اهبط جي شوي ماهيش تشوف فينا ماهيش تشوف فينا ماهيش تشوف فينا هاويه نخطر لها من هذه هاي هاي باهي ها مش نبلوكاه ها مش نبلوكاه شنو نبلوكاه ماهيش تشوف فيك هاودي ماهيش تشوف فيك مش نبلوكاه خايف من مرتك هذا مش خايف ما نحبش نحس النسيه وتجغجلني من حبيها لا باين فيك خايف من المراه ما عادش تشوف فيك تو ما عادش تشوف فيك برا باي اختار اسم اسم حط حلمي حلوم نعم حلمي حلوم شنو حلمي حلوم حلمي حلوم ولا حط حليم حط حليم اسمع الاسم مش خذ التصويره بها فوتو دو بروفيل شنو تحب تحط التصوير تصويره فور فرير حطها لي هكا عامني عم صوره كاكا لا مش كاكا تعرفني زعما هكا زهو يا دي التصوير من بعد تصرفات او شبكه تصور فيك انا باهي فين باش تدخل تو انت؟ نحب ندخل لكم تاع التعارف نعم تاع التعارف باش نتعرف ويتعرفوا علي ونعرفوا بعضنا برا هاو بحذاك هاو كلها تعارف تو هبط عاد كلافيه لوطا هبط كلافيه لوطا ما تخاف باش ناكلها اوه الصباح الرباح على من ها يا حاج خلي لوطا ما كاش تقعد راه كان ما تنجمش هاول التعارف شنو تعايط انت واخذ 12% راه تشبيك تعايط سيب الكلافيه مش كسره يا حاج ما ناقص في النذر ما تخافش خلي لوطا ماك تحب التعارف هاول بحذاك التعارف تعارف ومازال هو تعارف
يودي يا حسرة يا حسرة لك التعارف انت عقبل تلقاهم هبطة تزويرتها في الجريدة هايش لغيم متاعها تلقاهم مبرومة ويهوي المراسلة وجمع الطوابع البريدية البريدي يا حسرة يا حسرة ايه والطفلة هبطة تزويرتها ولا تخلق وتروى تيح فيها نروى ايه مشاء مشاء كل شيء مشاء معكم يا حسرة شنو هذا؟ هذاك معنا ويتظاهروا يتظاهروا؟ يعني كلها تصير ما فيهاش رجال تتظاهر معاه هذاكم يتظاهروا على الراجل يا حاج الراجل؟ باي شبيه الراجل؟ هذاك من سيح عاملين مضارع يحبوا وين عاملين هذه؟ في تونس يحبوا الراجل ياخذ 4 نسية في تونس؟ باي يحبوا الراجل ياخذ 4 نسية؟ باي يعجبكش تو؟ آه يا زهر على حتى ما تحب توريني شيء وما تحبنيش نعمل فيسبوك أقول لك يا زهر أو جايك النقار بارا رقع عمور تقول لي النقار ظلمة ونيها رقع عمور وكيف هارب منك ليه كيفاش نعمل لهم هذا باش ندخل لهم ولا نحط لهم هارب حط صبعك حط صبعك يا لا صبعك نحط صبع اللو تاني هذا هني نحط يا من هنا بالسوري بالسوري هني نحط ننزل على واحد اللو هابط لوتا يا حاج هابط لوتا صباح المبروك ايش بك تعيد هابط لوتا خليك هكا حامل سنتهمك يا رسول الله انت عندك الحق يا رسول الله الراجل ياخذ 4 نسيم فكره بيه باه ياسر تحب تاخذ 4 نسيم ما تنجحش ولا ما تنجحش نحكوا المنطق ما تنجحش الحكايه علاه هكا تصور انت الدار فيها 4 تليفونات وشارج برك والله ما تربح البوني خلي عاد راجل برك وياخذ 4 نسيم ما حتى العنوسة كثرت يا حاج اي الله يخدرك الشجر اخدك الشجر بي بي صلي على النبي بار عاون بحرك بار بي ياخذ التمره والحمره بي يا بي على كل لون لكريم بي انت تختار الشجره هانوا لكم الاربعه خلي حبسوا هذه هانوا الاربعه هذا بار انت تختار عندك الحمره والشجره والقمحي انت وش تحب الزر اللي مشوم عندي نعرفه والله ما طاحت كان بالزرقاء بي يا بي يكذب عليك والله الواحد ياخذ وحده ولا زوج ولا حتى ثلاثه الى متى شوفك الحمرة شوفك الحمرة بي بي حتى الواحد عمره كامل عايش على الجيش العربي جيش عربي جيش عربي يا شيوبه يا كرومه انت ريحتك نتك الثوم يا زهو ايه زرقاء ايه زرقاء طول ريحتك زرقاء يا مدام يا مدام اسكت على روحك اسكت على اهلي نقلب عينك هالوردناتور هذا تعال نقول لك كيفاه يا مدام ليه طول زرقاء نقاء يا حشمي زهو عجيبتك تتكشف بيها تحت تطلع وجهك كسبه تزود كل غرام يا زهو هو ناداني ليه متعدي هو ناداني خاتين يا زهو هكا يا معلم يا مدام يا مدام يا مدام انت تحب تاخذ 4 نسيت مش بدلك انت يا زهو هذيك حد نيتك هذيك عزيز في راسك شقعد تاع جيت كاين ليه استنى فيك من الصباح ما غاديك وانت تمشي هنا في اللاند يا بنت خايف يا زهو تنسيها ما خاش تعرف الانترنت خان قال لك مالك على جال صغير جيت على جال ولدك تو الناس تستنى تاك سامحني خويا على جال ولدك جيت باش نشوف الامتحانات باش يصفوها تو تتفرج يا وحش يا معلم تو تعرف انا يا جاب باي خرج لي الوراق خرج لي الوراق خرج شنو هو الوراق نتاع الواحد نتاع لك الفول نتاع التوفي خرج لي ورقه مد من الورقه مدها لي الورقه ماني دغفه ليك لان نقطع في صبح انت تحب تاخذ عليا 4 نسيم بزاف وخلاك تعرفها هذاكش بزاف ليه زهو راني زهو نطلع في الامتحانات ولا بلا يتكلم تتكلم قلت على الامتحانات ولا طلع في الامتحانات في الامتحانات بزاف وخلاك ما تحب تعدى علي انت تسمع حتى كلمه طيحش معاه طيحش مع عزيزي عليه برافو دغفه نرجع في صبحي انت تحب تاخذ عليا 4 نسيم كاسكروت الله تاع وحدي مش شارك في حال خالي مش شارك انت في حال باش باش تخدم بحزاك وبخلاك بالفقر بالهم يا مدام زهو نقول تتيح القدر لا ما كانش ما تعرفينيش راه عزاك وما شفت من الشيء تتيح القدر والله العظيم من ما كلمتك يا تسك يا تو شوف فين قول حط يدي مخدود ولا تفهم لي يا معلم يا معلم راك في محل عمومي يا سيد حاجه صغيره برا تدخلوا في الجار انتوا فيني يخلي دارك ان شاء الله امشوا قدام برا اخرج